عليكم السلام الأخت سناء. أهلا وسهلا. صباحكم مبروك. الله يبارك فيك عيشة. ولكذلك كده يا الأخت سناء لاباس بخير؟ الحمد لله. الله يبارك فيك دكتور. لاباس عليك مزيان؟ والله لا بخير أختي. من كنسمع صوتكم كده يا رب. بارك الله فيك دكتور. الله يخليك دكتور. بارك الله فيك. كنت عطيتي واحد الوصفة ديال الكلف هذه واحد جوج ديال الأسابيع ولا ثلاثة فيها اللوز وزيت الزيتون وزيت الورد. وبغيت نعرف واش زيت الحار ولا زيت الحلو؟ زيت اللوز واش الحار ولا الحلو؟ لا قلت زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو. لا واش اللوز، واش اللوز الحار ولا اللوز الحلو؟ نعم لا بالنسبه يا الحار او الحلو ماشي مشكل، ولكن الاحسن تستعملي الحار. حيت انا كنستعمل الحار هذاك هو بغيت. ماشي مشكل واخا شكرا. غير الحار في حار فين كيكون عندنا المشكل اللوز الحلو ولا الحار في الماكله، لان اللوز الحار سام كيمكن يدي التسمم عند الوليدات الصغار. واللوز الحلو مزيان راه كناكلوه، ولكن نستعملوه في الحلويات ولي كناكلوه. هذا هو يعني ماشي مشكل. لا ماشي مشكل، لان اللوز الحار فيه شويه لاميغدالين ديك الماده شويه مركزه طالعه بزاف فهمتي، واللوز الحلو فيه هذيك الماده قليله شويه يعني متوازنه فهمتي. علاش حنا كنعطيو دائما اللوز الحلو تفاديا الناس اللي عندهم البشره الحساسه. ولكن دكتور عماد بالنسبه هاي كتقول لك البشره ديالها حساسه، ولكن بالنسبه لهذا الوصفه ديال الكلف انت كتنصح السيدات يديروا زيت اللوز الحار. الحار لان اللوز الحار كيصلح للحبوب وكيصلح للتبييض ديال البشره. عيشه البشره ديالها حساسه اذا شنو تستعمل؟ حيت راه درت قولي لي الزيوت اللي درنا. درنا زيت الزيتون وزيت الورد معلقه واللوز. لان زيت الزيتون وزيت الورد كيطفي لنا الجهد ديال اللوز الحار. فهمتيني علاش قلنا حنا زيت الورد وزيت الزيتون؟ لان ملي كنخلطوا زيت الورد وزيت الزيتون ملي كنديروا ديك الماده ديال اللوز الحار كتطفى فيهم، ما كتبقاش داك الجهد ديالو وكنستافدوا منه. يعني واش نستعمل احسن من الافضل نستعمل اللوز الحار؟ اي استعمليه راه ان شاء الله غادي يعطيك نتيجه. راه غير الزيت ديال الورد مع الزيت ديال الزيتون غادي تعطيك النتيجه ان شاء الله. عندي اختي سؤال. اختي عندي الكلف في وجهه ما خليت ما درت ليه ما بغاش يتحيد الكلف. وشحال هادي تقريبا باش عندك هذا المشكل هذا؟ ما عرفتش بحال دابا عام تقريبا. واخا اختي غادي نفيدك ان شاء الله، خليك في الاستماع. بالنسبه للكلف عندنا اسئله على الكلف باش تنصح السيدات اللي عندهم مشكل ديال الكلف. اذا بالنسبه للكلف غندير واحد جوج ديال المكونات اللي عندهم واحد الفعاليه كبيره في اعاده التلوين ديال البشره ديالنا. الاول غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال بطاطا محكوكه خضراء بجلوفه، وزائد ثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. بطاطا اي وحده كانت ديك الحمراء ولا البيضاء ما كانت، لان بجلوفه تما فين كنستافدوا. لان كندير واحد الغلط كثير اننا حتى كنقشروا الجلوف عاد كنستعملوه، لا نستعملوها بجلوفه. اذا غناخذوا جوج معالق كبار ديال بطاطا محكوكه، ثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي اللي كنخلطوهم مزيان وكندهنوا بهم البشره ديالنا، كنخليهم مده ديال ساعه ثم كنغسلوهم. هذه العمليه يمكننا نديروها كل نهار ماشي مشكل. هذا هو الاختلاف، لان البطاطا والياغورت الطبيعي ما غاديش يضروا البشره ديالنا.